ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العقبة انعكس على تجديد الإجراءات الصحية في مختلف المنشآت والمؤسسات في المدينة. مركز العقبة الشامل والذي سجلت به إصابات للكوادر العاملة به شهد أيضا تجديد الإجراءات للمراجعين واقتصار أعماله على الحالات الطارئة فقط. يعني الأمور لا زالت تحت السيطرة على الرغم من تسجيل إصابات في المحافظة. مجموع الإصابات المسجلة في محافظة العقبة منذ بدء الجائحة وصل إلى 95 حالة، منها 50 تقريبا حالة محلية لقاطني محافظة العقبة، 45 حالة كانت لزوار من محافظات أخرى. عشرات الإصابات سجلت لزوار المدينة، الأمر الذي انعكس على التدقيق والمتابعة في جمركي المسفر ووادي عربة، إضافة إلى مطار الملك حسين الدولي. ووسط هذه المتابعات تتفاوت آراء المواطنين حول مدى الالتزام بالإجراءات الصحية في الأسواق والمؤسسات. إجراءات كاملة 100%، من تقديم الهيجين، التطهير، لبس الكمامات، إلزام الزوار للبس الكمامات، الفحص الحرارة عند دخول الزبون للمطعم. إجراءات كاملة 100% بالنسبة للإجراءات السلام العام لزوار المطعم والزبائن. بس بدي أحكي شغلة، أنه بالنسبة للحركة، الحركة ضعيفة وتكاد تكون معدومة بالنسبة للمطعم. ملتزمين كثير بالكمامة والتباعد والسلام العام بشكل عام، لكن في تجاوزات أحيانا من الضيوف العقبة، ممكن أنهم يعني ارتداء الكمامة مش على طول أو بالتقارب. بالنسبة للمنشآت اللي موجودة هون بالعقبة تشديد كبير، تشديد من ناحية الكمامات، الكفوف، التعقيم، حتى أنه بالنسبة للموظفين، بعض الموظفين بالنسبة لترويحاتهم خارج العقبة لازم يكونوا المناطق اللي بروحوا لها مش موجود عليها حظر. الجهات المعنية أكدت استقرار الوضع الوبائي في العقبة وقدرة الكوادر الطبية السيطرة عليه، خاصة مع توقع مباشرة المختبر الجديد أعماله بفحص العينات هذا الأسبوع وسط تكثيف الجهود الصحية. 10 فرق للتقصي الوبائي في العقبة يعمل بها نحو 30 شخصا ما بين طبيب وفني، يستمرون في أخذ العينات العشوائية وتكثيف الجهود ومحاولة التصدي للوباء، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المحافظة. صفاء خوالدي، المملكة، العقبة.